فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال أي مالك: ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب. نعم، واستشهد بالأثر الوارد أن عمر رضي الله عنه نهى عن رطانة الأعاجم، ورطانة الأعاجم معناها التحدث بكلامهم بلغتهم، بلغة الأعاجم، والأعاجم جمع أعجم وهو من عدا العرب، لأن في التحدث بلغتهم تشبها بهم من غير ضرورة. نعم، وقال إنها خب يعني إنها نقص، لأن اللغة العربية أكمل منها، لأنها لغة القرآن ولغة السنة ولغة المسلمين، فلا ينبغي أن يعدل عنها إلا إذا كان لا يحسن اللغة العربية، فإن عدل عنها فهذا نقص. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه قد يكون في ذلك خداع، فإذا تكلم مع رجل عربي بلغة أعجمية فإن الذي يتكلم معه لا يدري ماذا يقول، وربما يقول كلاما يضر السامع وهو لا يشعر بذلك. نعم. كيف نوافق بين هذا وبين ما يدندن به من يدعو لغة الأعاجم بأن من تعلم لغة قوم أمن مكرهم؟ هذا مكذوب، هم يرونه حديثا وهو مكذوب، كما نبه على ذلك غير واحد، ومنهم الشيخ العزيز بن باز رحمه الله في كتابه نقد القومية رحمه الله العربية. نعم، قال إن هذا مكذوب. اي نعم، كل حديث مكذوب هذا. أحسن الله إليكم. وأيضا معناه غير صحيح، ما هو لازم من تعلم أمن حتى العرب، يعني أن تعرف لغتهم ويمكن يخدعونك.